يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم. ما أجمل الهداية، إنها نعمة لا يعرف لذتها إلا من ذاقها، نعمة تكاد تتخطى برونقها وجلالها نعم البصر والسمع والتذوق. وقد تفكرت في سبب هداية من يهتدي وانتباه من يتيقظ من رقاد غفلته، فوجدت السبب الأكبر اختيار الحق عز وجل، اختيار الله عز وجل لذلك الشخص. فإن أرادك لأمر هيأك له. وقد تيقنت أن رحمة الله مطلقة بلا حدود، وأن حلمه أكبر من أن تدركه العقول. أيقنت أن عظمته جل في علاه أكبر من كل شيء، وأدركت معنى أن الإنسان ظلوم جهول. على جانب آخر، سمعت عن الإلحاد وعن الملحدين، وأن الظاهرة في طريقها لأن تلتهم كل شيء. وتساءلت بحزن، كيف يستطيع الملحد أن يواصل الحياة وهو يعتقد أن مصيره الفناء ثم العدم، وكأنه لم يك شيئا؟ يسابق وينافس ويكابد الحياة بكل يوم، كل يوم، وهو لا يحمل بين جنبيه هدفا مخلدا. فحتى لو كان رجلا عظيما، فبموته ينتهي وجوده، وبفنائه أو بفناء الإنسانية يفنى ذكره. تساءلت بألم، كيف للملحد أن يتحمل مشاق الحياة وضنكها وهو لا يؤمن بالقوة المطلقة التي تقلب الموازين وتصنع المعجزات؟ كيف يحتملها وهو لا يؤمن بإله عظيم لا يعجزه شيء؟ ما معنى الحياة إن كان منهاجك أن تسجن أو تسجن روحك بين قضبان اعتقاد يناقض فطرتك؟ لكن هي الحياة، سنرى فيها المتناقضات تتصارع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا تستسلم، تدبر، راجع نفسك، وستصل إلى إجابة موقنة بإذن الله وبمشيئته. فهو الذي قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.